ابراهيم المنيسي، كل مشاهدي ومتابعي ملك وكتابه، مشاهدي ومتابعي ايضا كمان قناه النادي الاهلي هنا في النادي الاهلي مدينه نصر، لقاء خاص وهام جدا مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عقب انتهاء المجلس طبعا اللي كان في الساعه 5 هنا طبعا في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. كابتن محمود يمكن بنبقى سعداء جدا ان حضرتك بتكون متواجد معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، وانا على المستوى الشخصي بيبقى شرف ليا ان انا اسجل مع حضرتك بصراحه. انا مجرد الالتقاء بيكم بجماهير النادي الاهلي وباعضاء العاملين في النادي الاهلي ده بيبقى شرف ليا انا كمان. شكرا. ابدا مع حضرتك، مرور 25 سنه على اهلي مدينه نصر، احنا ما بنقولش فروع بنقول اهلي مدينه نصر، اهلي الجزيره، اهلي زايد، حابب تقولي في البدايه عن مرور 25 سنه عن اهلي مدينه نصر؟ يمكن عشان المناسبه ديت طبعا مناسبه عزيزه علينا جدا الحقيقه، يعني لان المناسبه ديت احنا يعتبر اهلي مدينه نصر اول فرع في فروع جميع الانديه، يمكن اول فرع في تاريخ الانديه المصريه هو الاهلي في مدينه نصر. يمكن بالمناسبه دي ان شاء الله يوم 28 باذن الله، عشان كده احنا عملنا مجلس دار النهارده في مدينه نصر ومتواجدين مع يعني في وسط المكان اللي احنا دخلناه الحقيقه وهو صحراء، يعني كان صحراء، يعني كان ده اعتقد سنه 90 كده. كان المناسبه دي عزيزه علينا جدا، وبقى الحمد لله بقى دلوقتي موجود الشيخ زايد، وان شاء الله قريب جدا التجمع وباذن الله وفروع اخرى ان شاء الله. يعني ان شاء الله يمكن كمان لازم اخد من حضرتك كلمات مهمه جدا لفريقنا، فريق النادي الاهلي. محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ممكن يقول ايه لكل لعيبتنا بعد التاهل الكبير ده؟ طبعا الاول الحمد لله رب العالمين على مشوار الافريقي الكامل، يعني كان في البدايه كان بعيد شويه عننا، لكن الحمد لله بدعم جماهيرنا وبولادنا اللاعبين والجهاز الفني والاداري اعتقد احنا وصلنا مرحله الحمد لله مرحله نهائيه. النادي الاهلي عاده بيتمتع بشيء مش موجود بالنسبه لي، يعني الاهلي ده يمكن الصفه او الشيء اللي بيتمتع بيه النادي الاهلي على اي النادي الاهلي من سنة مثلا 1901 الإدارات اتغيرت، المدربين اتغيروا، اللاعبين اتغيروا، الأجهزة الفنية والإدارية اتغيرت، طرق اللعب اتغيرت، كل حاجة اتغيرت، والنادي الأهلي الحمد لله ماشي على أعلى مستوى. إيه اللي ما اتغيرش؟ اللي ما اتغيرش هي شخصية البطل، شخصية البطل اللي بتتناقل من جيل لجيل، هو ده الشخصية اللي إحنا داعمين ليها على طول، وهي دي اللي بتتمتع أو يتمتع بيها النادي الأهلي. علشان كده الحمد لله او باذن الله يعني هو دي نفس الشخصيه اللي هتكون موجوده، احنا اولادنا وصلوا لمرحله نهائيه. كل اللي بتمناه طبعا هم عارفين وهم كل واحد فيهم جواه احساس قوي جدا انه عايز يقدم اقصى حاجه عنده. واحنا متاكدين ان كل واحد هيعمل ده ان شاء الله. التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ونتمنى باذن الله التوفيق يكون لاولادنا ان شاء الله وسعاده جمهورنا، ده شيء احنا بنتمناه، ونتمنى يكون يعني زي ما قلت لك كده التوفيق يكون حليف اولادنا باذن الله. يعني على ذكر المباراه كابتن محمود، مباراه الاهلي والترجي، هل هتلعب مباراه 2 نوفمبر بجمهور ولا الامر ده يمكن حضرتك شايفه ازاي؟ ان شاء الله يعني ده لازم جمهور، يعني الجمهور دوت جمهور النادي الاهلي ده الجمهور ده عظيم جدا. جمهور الاهلي دوت الحقيقه هو يمكن بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب انجازات كتير وصاحب حتى نجوميتنا كلنا كويس، فاحنا عشان كده جمهور داعم الرئيس لينا، واعتقد ان المسؤولين بالنسبه لي يعني في عن الامن وفي مصر يعني اعتقد ان هم مقدرين هذا الامر تماما، اعتقد ان جمهورنا مهم جدا جدا التواجد وبكثافه كبيره في هذه المباراه ان شاء الله. في حاجه ذكرتها يا كابتن بيوب الموسم ده، قلت يمكن اكثر المواسم بيشترك فيها النادي الاهلي في المناسبات والمنافسات على مر التاريخ، امر صعب واشتراكات بطوله عربيه بطوله افريقيه، كيف ترى هذا الامر يا كابتن محمود؟ الامر واضح، يمكن الامر واضح من بدايه الموسم كمان، ان احنا الموسم اللي فات كان 30 لعيب في القائمه، السنه دي ومع الضغط دوت ومع ضغط المباريات ده احنا بقينا 25 لعيب بس، فوقع منك او يعني في ولاد من لعبتنا كتير اصيب الفتره ديت، انه بيلعب مش بس عشان بيلعب مباريات في وقت قليل جدا ومضغوطه جدا، لكن التاثير الذهني والتاثير النفسي لا شك انه بيبقى ليه دور كبير جدا في التاثير البدني كمان على اللاعب. وكنت اتمنى يكون السنه دي برضه 30 لعيب عشان يبقى عندنا مساحه اكبر شويه، ولكن الحقيقه ده اللي حصل، وده اللي احنا اولادنا عشان كده بقول اولادنا الحقيقه ابطال، يعني ان هو في ظل كل الغيابات دي وفي ظل يعني الاصابات الكتير اللي حصلت ولادنا الحمد لله ماشيين كويس، ونتمنى يكملوا كده
باذن الله طول الموسم، وده برضو بيحسب للجهاز الفني ان هو بيعرف ازاي يستطيع ان هو يعني اي غيابات بيعوضها بشكل فني سليم. يعني يمكن سؤال اخر كمان، اتحاد الكوره يمكن ارسل خطاب او الجواب النهائي للمباراه السوبر المصري السعودي، برضو عايزين نتكلم على هذا الامر، تم مناقشته في مجلس الاداره، وهل فعلا فرقتنا تقدر تلعب المباراه دي في ظل الضغوطات الكبيره جدا دي يا كابتن محمود؟ هو بالفعل كان يمكن جالنا جواب قبل المجلس على طول، جواب من الاتحاد المصري، وبي يعني بيطلب فيه النادي الاهلي بصفته بطل الدوري يلعب مع بطل الكاس. احنا ناقشنا هذا الامر في مجلس اداره، ويعني قبل ما اتكلم فيه او اتكلم في هذا الموضوع يعني احب ان انا اقول بس نتذكر مع بعض، لان في ناس الحقيقه المفهوم عندها كان خاطئ شويه. نتذكر مع بعض من يوم 29 او 28 7 اخر شهر 7 جالنا جواب برضه نفس القصه، جالنا جواب من الاتحاد المصري وكان طالب فيه ان احنا نلعب مباراه السوبر السعودي مصري السعودي. احنا ما اعترضناش، الناس ترجمت الكلام ده بشكل خاطئ جدا، احنا ما اعترضناش، احنا بالعكس كنا موافقين، بس احنا قلنا ساعتها ان بطل الدوري يلعب مع بطل الكاس على ملعب بطل الدوري والعكس صحيح. وكمان قلنا بما يتناسب ومواعيد النادي الاهلي، انك ما تضغطنيش بقى، يعني ما تضغطنيش بقى كمان يعني نحط مباريات، انا عندي اهتمامات يعني مباريات مهمه جدا اللي هي في البطوله اللي بتاع الدوري المحلي، لكن الاهم كمان البطوله الافريقيه. فيجب تنسيق المواعيد. ده اللي كان ده اللي احنا قلناه، لكن احنا ابدا ما رفضناش ابدا ان احنا نلعب مع اشقائنا في السعوديه، بالعكس احنا كنا موافقين من اول يوم. وعشان كده احنا كمان يمكن اللي مضايقني في الموضوع دوت او يعني مخليني ان احنا الناس ترجمت هذا الامر بشيء مش سليم، وفي نفس الوقت في بعض الناس للاسف استغلت دوت واستغلوا ده لي يعني يوسعوا الفجوه دي ما بيننا وبين اشقائنا، وده شيء بالنسبه لي ما مش وارد خالص، لان احنا كان من اول يوم نفس راينا، هو نفس راينا النهارده برضه، ان احنا لما يكون لو قدرنا ننسق هذه المواعيد اعتقد ان احنا ما عندناش مشكله ابدا ان احنا يعني نأدي المباراه. الحقيقه المباراه كمان العلاقات التاريخيه اللي حصل النهارده بقى التنسيق ده حصل ازاي؟ حصل ان جه السيد رئيس اتحاد الكوره المهندس هاني بوريده وقعدنا مع بعض من يومين كده، وكان نفس الموضوع اول امبارح على طول. يعني قلت له بص يا هاني احنا محتاجين نفس الكلام تنسيق، انا مش هقدر العب مباراه مضغوطه يعني. عشان كده الحقيقه النهارده بعتوا لنا الجواب، انا شايف ان هو جواب مهم جدا او خطاب مهم جدا، لانه حدد فيه بقى المره دي مواعيد، ساب لنا احنا اختيار الميعاد امتى، وحدد كمان ان هو اي ميعاد بعد دوت بعد اللقاء ده ان اي ميعاد للنادي الاهلي هيتم مراعاه التنسيق اللي يكون في مده مناسبه لبطوله للمباراه المؤجله بتاعه الدوري العام. فالنهارده كان في 22 عندنا مباراه مع الوصل الاماراتي في الامارات، جاب جواب اتحاد الكوره ان احنا نلعب 26 او 27 او 28. كويس، اعتقد ان احنا لازم اخد راي الجهاز الفني هلعب اي يوم من دولت، والمباراه اللي بعديها برضه هيبقى في مراعاه من اتحاد الكوره ان احنا تبعد شويه عن اللقاء. هو ده اللي كان مطلوب من الاول، يعني احنا من البدايه هو ده طلبنا، احنا ما طلبناش حاجه ثانيه. ولكن جماعه النادي الاهلي بصفته الرياديه بالنسبه الرياضيه العربيه، كويس، وباسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، لازم النادي الاهلي يكون ليه دور في حتى ال 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 الترابط او يعني العلاقات المميزه جدا بين شعبين الحقيقه بتربطهم علاقات كبيره جدا، مصر والمملكه العربيه السعوديه. فطبعا احنا في اذا استمر هذا او مش هذا المباراه دي بنرحب باخواننا نادي الاتحاد ان شاء الله، وهنكون في استقبالهم ويكون ان شاء الله مباراه على مستوى عالي. امر اخر يا كابتن بيبو طبعا عايز اتكلم عليه، وهو الجمعيه العموميه العاديه، هل بالفعل تمت المناقشه وتم تحديد الميعاد او اليوم بالنسبه لمجلس الاداره؟ احنا الحمد لله رب العالمين، وانا بشكر فعلا بمناسبه دلوقتي نشكر جميع اعضاء الجمعيه العموميه، وبشكر جماهيرنا لمساندتهم للنظام الاساسي للائحه النادي الاهلي. الحمد لله يمكن النادي الاهلي خطى خطوه كبيره جدا ان بقى عنده لائحته الاساسيه والنظام الاساسي بتاعه، ده بفضل اعضائنا العاملين اللي هم فعلا شاركونا في كل حرف فيها.
فدلوقتي عشان احنا عايزين نعمل جمعيه عموميه عاديه بقى ان شاء الله ونمشي في حياتنا بقى بس على لائحه الاهلي مش على اللائحه الاسترشاديه. عشان كده اعتقد ان احنا يعني بعتنا للجنه الاولمبيه، الحمد لله تم اعتماد اللائحه النظام الاساسي بتاعنا، واللجنه الاولمبيه بعتت لوزاره الرياضه خطاب ان احنا خلاص تم الغاء اللائحه الاسترشاديه بالنسبه للنادي الاهلي وتفعيل النظام الاساسي بتاعه. فبرجاء من سيد وزير الرياضه ان هو يقول بتوجيهاته الدكتور اشرف صبحي ان هو توجيهاته بقى لنشر النظام الاساسي للنادي الاهلي في الوقائع المصريه اخيرا. عشان كده احنا بس منتظرين اول مجرد ما يتم النشر ان شاء الله احنا باذن الله هنحدد ميعاد الجمعيه العموميه العاديه ان شاء الله قبل يوم 30 ان شاء الله. اخيرا يا كابتن بيبو، عايز اتكلم طبعا على فريق النادي الاهلي، هل في يناير ان شاء الله نشوف تدعيمات لفرقتنا ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه ولا لا؟ والله انا عايز كلكم بس الاول ده تبقوا ورا فرقتكم، ومش عايز الناس يعني تبقى الناس هاديه، احنا يمكن خطوه خطوه كده ماشيين يعني، واكيد في يعني مخاطبه دايما مع الجهاز الفني عشان نشوف طلباتهم ايه، ولكن دلوقتي احنا في مهمه كبيره جدا. ارجو ان الناس كلها كل الناس تدعم، جماهيرنا مع لعبتنا مع اعضائنا مع اعلامنا مع كل الناس مع مسؤولينا، كل الناس مسؤولين الكبار في الدوله، ازاي ندعم النادي الاهلي لهذه المرحله باذن الله. وبعد كده ان شاء الله هيكون عندنا الوقت نتكلم باستفاضه اكتر او بتخطيط اكبر شويه لما هو قادم ان شاء الله. بنشكرك طبعا يا كابتن بيبو، بنبقى سعداء للمره الثانيه حضرتك بتكون معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، وده يمكن شرف كبير لكل الاهلاويه ان حضرتك تكون بتخاطب جمهور النادي الاهلي او اعضاء الجمعيه العموميه. انا بشكركم بس انتوا يعني لسه واخديني ولسه مجلس اداره خلصان حالا، فانتوا لسه خدتوني كده يعني، بس بشكركم جدا وبشكر مجهودكم، والحقيقه يمكن برضو بشكر كمان القائمين على القناه بكل مسؤوليها وكل مذيعيها وكل برامجها، لان انا حاسس ان هناك في نوع من انواع التطوير اللي كنا بنستهدفه لسه ما وصلش للمرحله اللي احنا عايزينها، ولكن اتمنى ده خطوات اولى صحيحه، اتمنى ان شاء الله اللي القادم يبقى احسن يعني باذن الله. بشكركم جدا، شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في لعبتنا وفي الجهاز الفني.